السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم درسنا اللي هو تتمة لدروس البكالوريا اللي هو The Passive and the Active Voice، درس المبني للمجهول والمبني للمعلوم. هذا الدرس مهم جدا لشعبة العلوم بكل أطيافها، كما أن الأدبيين معنيين لكن يأخذون نظرة عليها وفقط، لأنه معظم الأسئلة تتجه إلى للأدبيين expressing session expressing time، هذو هم الأسئلة الأدبيين، لكن العلميين تقتصر في نقطتين اللي هو the reported speech and the active passive voice. هذو هم الأسئلة اللي بزاف تتكرر في البكالوريا عادة. نبدأ. عندنا السؤال تاعنا rewrite sentence B so that it means the same as sentence A، اكتب B على شكلة A. هذا السؤال نموذجي يتكرر في كامل التمارين تاع البكالوريا عادة، ما نقولش كامل لكن معظمها. كما تشوفوا اكتب B على شكلة A، ما على باليش واش فيها، اسكو expressing wish، اسكو report speech، اسكو passive ولا active voice. المهم دوك نبداو نحلو الجمل تاعنا. هنا عندنا the government punishes corrupt leaders now، الحكومة تعاقب القادة ولا المسؤولين الفاسدين الآن. هنا كما تشوفوا ميزت لكم ثلاث كلمات بالألوان. اللون الأول اللي هو البنفسجي the government، الكلمة الأولى عادة الكلمة الأولى في العربية هي المبتدأ، في الإنجليزية هي المبتدأ or the doer of the action، معناته اللي هي فاعل الحركة اللي عنا. punish اللي هو الفعل، punish اللي هو الفعل في أي زمن مصرف، لأنه عنا ظرف زمان now ولا عنا الـ-es هذيك تشوفوا فيها، لأنه الفعل punish برك معناته زمن المضارع، لأنه the government نقدر نعوضها بـ-it. corrupt leaders بعد الفعل يأتي المفعول به، هزيت لكم المفعول به وحطيته لكم في الجملة الثانية. في البكالوريا كما تلقاو الكلمة اللي تجي بعد الفعل حطها لك في جملة B، معناته أك راح تحول الجملة من active للباسيف ولا من passive لل اكتيف حسب وش حاب يقول لك هو. هنا corrupt leaders، corrupt leaders بتكمل بالاس، معناته جمله في معناته كلمه في الجمع، ركز مليح كلمه في الجمع. هنا punish وش قلت لكم في زمن المضارع. احنا وش نحتاجو في تحويل الجمله من المبني للمعلوم للمبني للمجهول؟ نحتاجو الفعل to be. عليه الفعل to be و by، لأنه راح نجولو راح نحملو الجملة، راح نحولو المفعول به هو اللي يدير لنا الأكشن تاعنا، الحركة تاعنا هذه. هنا corrupt leaders راح نصرفو الفعل to be في زمن المضارع، عندنا is are or am حسب subject تاعنا، حسب الفاعل تاعنا. هنا عندنا corrupt leaders الجمع، معناته راح نستعملو are. corrupt leaders are نهبطوا الفعل تاعنا punish هذا كيما راهو، واش نحيلو الاي اس ونزيدو له الاي دي. علاه نزيدو له الاي دي؟ لانه نحتاجو الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرب، التصريف الثالث او اسم المفعول للفعل، نزيدو له الاي دي لانه فعل منتظم. كون جا فعل غير منتظم تتبدل، مثلا فعل تو باي يشتري تولي بوت في الباست، البوت في اسم المفعول بوت. corrupt leaders عندنا الاس تاع البلورال are punished، حطينا الاي دي والنطق تاعها يولي to sound punished. واش نزيدو by بواسطة ولا بي by the government now. واش حطيت لكم corrupt leaders are punished by the government now. هاي لكم الإجابة تاع الجملة corrupt leaders are punished by the government now. هنا كيما تشوفوا هنا عندنا subject تاعنا، حطينا هنا الفعل to be بعده punish، زدنا لها ال ed وزدنا by sorry وزدنا هنا by وحطينا subject تاعنا وخلينا ظرف الزمان ولا ظرف المكان ولا اي تاريخ تخليه في الاخر تاع الجمله. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بركة. نروحوا للجمله المواليه. عنا هنا the government، الجملة هذه راح نخدم بها كامل الأمثلة اللي عنا، الأزمنة تتبدل بركة. the government punished corrupt leaders، وش هزيت لكم؟ هزيت لكم الكلمة اللي بعد الفعل، كما قلنا هذا subject وهذا الفعل وهذا المفعول به. هنا في الجملة الثانية حط لك المفعول به. احنا ديما نركزو على الفعل تاعنا،
تاعنا. باهي يكمل الفعل تاعنا يكمل بالايدي، معناته عندنا الباست سيمبل تنس. الباست سيمبل تنس نحتاجو الفعل تو بي، نحتاجو الفعل تو بي في الماضي. ديما نخدمو بالفعل تو بي. وش هو الفعل تو بي في الماضي؟ عندنا ووز ولا وير حسب السبجكت، حسب السبجكت. هنا السبجكت به يكمل بالاس، معناته راح نستخدمه الجمع وير، معناته كوربت ليدرز نهبطوا وير هنا نحطوها. الفعل هذا تخدمه لك بعد بالايدي تهبطوا كيما راهو كوربت ليدرز وير بانيشد. واش نزيدو كيما قلت لكم المره اللي فاتت، واش نزيدو باي ذا جوفرمنت، نرجعو الجوفرمنت ونخليو ظرف الزمان ولا المكان في الاخر، معناته corrupt leaders were punished by the government last week، ونحطو نقطة. هايليكم الجملة corrupt leaders were punished by the government last week، حطينا subject تاعنا، subject تاعنا الفعل، الفعل to be في زمن الماضي، ومن بعد الفعل تاعنا هبطناه زدنا by والsubject تاعنا وحطينا ظرف المكان ولا ظرف الزمان في last week، ظرف الزمان في الأخير. وخلينا لكم الجملة إن شاء الله تكونوا فهمتوا. خدمنا زمن المضارع ودركا زمن الماضي، نروحوا للجملة التالية. الجملة التالية the government is punishing corrupt leaders. عنا the government اللي هي subject اللي هو الفاعل ولا المبتدأ، is punishing الفعل، و corrupt leaders اللي هو المفعول به. وحطت لكم في الجملة B، حطيت لكم corrupt leaders. اها نروحو ديما نديرو التحليل للجملة تاعنا. اول حاجة the government اللي هي السبجكت is punishing الفيرب، فهم صرف الفيرب هذا كيما تلقاو ال ing وتلقاو ال is ولا are ولا ال am، معناته الفعل مصرف في البريزنت كونتينيوس. وش هو البريزنت كونتينيوس؟ اللي هو المضارع المستمر، كيما تلقى ال ing وتلقى الفعل to be مصرف في المضارع، معناته الفعل مصرف في زمن المضارع المستمر. احنا نحوسو وش نخدمو؟ نخدمو الفعل to be في زمن المضارع المستمر. كيف نخدمو الفعل to be؟ عنا الفعل to be هكا، وش نزيدولو؟ نزيدولو ال ing ونزيدولو ال is ولا ال are ولا ال am حسب السبجكت، حسب هذا اللي رح نحطوه في اول الجملة. هذه ديما عنا حاضرة، عنا corrupt leaders. corrupt leaders به تكمل بالاس، راح نستخدمو ال is ولا ال are ولا ال am في رايكم؟ راح نستخدمو ديما ال are. اها are being corrupt leaders are being، ونهو الفعل تاعنا هنا في الجملة هذه، الفعل تاعنا هذا punish، ال ing هذه زدناها باش نديرو زمن المضارع المستمر. وش نزيدولها؟ نزيدولها ال ed لانه نحتاجو اسم المفعول للفعل المنتظم، نزيدو له الايدي. corrupt leaders are being punished، نحيو الاي ان جي هذيك. واش نزيدو؟ واش قلت لكم المره اللي فاتت؟ نزيدو ديما باي العصا السحريه تاعنا، نحتاجو باي اها the government نقطه. نكتب لكم الجمله ونرجع لكم. سوري هاي لكم جملة تاعنا corrupt leaders are being punished by the government. حطيت لكم المبتدأ تاعنا corrupt leaders are being، على حطينا are لأنه عنا leaders جمع كلمة في الجمع نحتاجو are. being صرفنا الفعل على شكلة الفعل الأول كان is punishing ولينا are being، على لأنه عنا الفاعل في الجمع، حطينا punished by the government نقطة. ديما باي بعد الفعل والفعل to be قبل الفعل الرئيسي. الجملة هنا the government has punished corrupt leaders since the 22nd February 2019. قالك الحكومة قد عاقبت القادة ولا المسؤولين الفاسدين منذ 22 فبراير 2019. هنا حط لك corrupt leaders كما تشوفوا، حط لك المفعول به اللي يجي بعد الفعل تاعنا. نروحوا ديما ديروا التحليل، هذا السبجكت هذا الفيرب وهذا الاوبجكت
سمي هذا سابجكت. هنا ديما الفعل تاعنا هو اللي يخصنا، نروحو واش من زمان مصرف الفعل ديما، نديرو التحليل واش هو الزمن هذا has punished، ماهوش present، ماهوش present، ماهوش present continuous، ماهوش past continuous. هذا الفعل كيما تلقاو الفعل has ولا have plus past participle of the verb معناته present perfect. وش هو present perfect؟ اللي هو المضارع التام. present perfect اللي هو المضارع التام. احنا وش حنخدمه؟ رح نخدمه الفعل to be في زمن المضارع التام. سوري اها الفعل to be في زمن المضارع التام اللي هو يجي has or have حسب subject plus being double e n. اها هنا correct leaders بتكمل، تكمل بالاس. وش نحتاجو؟ ما نحتاجوش هذه، نحتاجو have. نستخدمو have been. correct leaders have been. اها نهزو الفعل تاعنا هذا فانيش تنهبطو هنا. وش نزيدو؟ نزيدو by the government since 22nd February 2019. نخليو ديما زمن الدلالة تاع الزمن ولا زمن ظرف الزمان ولا المكان ولا اي حاجة ولا الحال ديما نخليوه في الاخر. so correct. ما تشوفوا هنا عندنا جملة تاعنا correct leaders اللي هو السبجكت تاعنا اللي حطيناه. هنا الفعل to be صرفناه على زمن المضارع المستمر، حطينا هنا الفعل وزدنا له الايدي لانه منتظم. هنا زدنا by وحطينا subject تاعنا اللي كان في الجملة، وباقي الجملة حطيناها في الاخر ونقطة. هنا عندنا جملة اخرى the government should punish corrupt leaders. الحكومة يجب ان تعاقب المسؤولين الفاسدين. هنا subject تاعنا، هنا الفعل. الفعل على ماذا يحتوي؟ يحتوي على كلمة يجب اللي هو المودول، الفعل المساعد والفعل الرئيسي من وراها المفعول به. حطيت لكم هنا المفعول به. وش نحتاجو؟ ديما نحتاجو كما قلت لكم نخدمو بالفعل to be، نصرفوه على شكل هذا الفعل. وش عنا هنا؟ عنا should. وش نحتاجو هنا؟ هل الفعل نحيل كم الماس هذا اللي درتو بركة. هنا حاب نسقسيكم اسكو هنا الفعل مصرف بعد شود، الفعل غير مصرف، معناته راح نستخدمو الفعل to be غير مصرف. الفعل to be غير مصرف هكا بي. وش نهبطو؟ نهبطو شود. وش تولي؟ شود بي. corrupt leaders اها كي تعود عنا مودول تخدمو كيما هكا مودول plus be plus the past participle of the verb. corrupt leaders should بي. هنا عندنا الفعل تاعنا هذا، واش نزيدو له؟ قلت لكم نزيدو له ديما الايدي punished by the government نقطه. corrupt leaders should be punished by the government نقطه. هاي لكم جمله تاعنا كيما تشوفوا. هنا corrupt leaders، هنا الفعل to be صرفناه على شكل الفعل تاعنا اللي هو المودلين. هنا punished زدنا الباي وزدنا government الكلمة اللي يجي في أول الجملة، شغل العكس برك. بعد ما شفنا بعض من الأزمنة، هنا جبت لكم المودولز اللي لازم تعرفوهم باش ما تخلطش. خلاص عندك list of modules you need to know، مجموعة من المودولز ولا أفعال المساعدة التي يجب أن تعرفها باش ما تخلطش في الباسيف فويس. عندنا will or would، can or could، shall or should، may or might، must or had to، have to، need to or ought to. هنا اي واحدة برك، دبل اي برك، ما فيهاش 3 ايز. سو كيف نستخدمو هذا المودولز في الباسيف فويس؟ نحطو المودول plus to be plus the past participle of the verb. كيما تشوفو هنا خدمت لكم must plus the verb to be plus the verb ask وزدنا له الايدي كيما خدمنا قبيل. كتبنا I think should، خدمنا should plus be plus the verb punish وزدنا له الايدي اللي هي punished، should be punished. معناته راح ديما تحط كيما تلقى المودولز هذه، تحط should or must or shall or can من وراها الفعل to be
نكمل وراها الفعل ونزيدو للإيدي لكن هو فعل منتظم بالطبع. هنا عندنا جملة أخرى corrupt leaders are punished by the government، هي نفس الجملة لكن كتبتها بطريقة مغايرة. the government حطيتها لكم هي الأولى. أول حاجة نديروها عندنا هنا subject تاعنا، هنا عندنا الفعل وهنا عندنا المفعول به، وش عندنا هنا by، وش كاين تاني هنا الفعل يكون اللي هو to be. معناته هذه الجملة مبنية للمجهول إن the passive voice، راح نحولها active voice اللي هو المبني للمعلوم. كنا احنا كيف نخدمه، نخدمه جملة تاعنا من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، لكن ندركها العكس، المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم. على وعرفنا جملة تاعنا بلي المبني للمجهول، جملة تاعنا في الأول عنا الفعل، سوري عنا الفعل to be هنا وعنا by، معناته كيما نلقاو في الجملة الأولى المؤشرين الفعل to be ولا by، معناته الجملة هذه في المبني للمجهول وراح نحولها المبني للمعلوم. احنا كيف نحولوا الجملة تاعنا المبني للمعلوم؟ راح نتخلصوا من الفعل to be ونتخلصوا من by. the government هذا are، فهم صرف، مصرف في البداية زمن المضارع، راح نحولوا الفعل تاعنا في زمن المضارع، نحولوا الايدي هذيك punish the government، the government punish، اسكو جي punish، لا نزيدو لها الاي اس، علاه؟ لانه راح نصرفوها في زمن المضارع مع التصريف مع الضمير it، it or the government punishes. على زدت الاي اس لانه الكلمه تكمل بس اس اتش. كما تشوفوا هنا الفعل تاعنا به يكمل بالاس اتش، علاه حطيت الاي اس؟ لانه الضمير عندنا it، هذه government تتعوض ب it، it punishes. corrupt leaders ونحيو باي هذه نتخلصوا منها، يعني انتو هنا the government punishes حطينا ال es علاه؟ لانه ال r هذه مصرفة في زمن المضارع. ونروحو للسبجكت تاعنا اللي هو يولي المبتدأ تاعنا يولي مفعول به، punish corrupt leaders that's all. هذه هي ديما تتخلصوا من فعل to be وتشوفوا التصريف تاع الزمن تاع الفعل to be وين مصرف ومن باي. نكتبها لكم ونرجع. هاي ليكم الجملة تاعنا، هزينا هذا حطيناه هنا وهذا حطيناه هنا، والفعل تاعنا كيما تشوفوا نحينا له الايدي، بس نصح نرجع لكم، نحينا له الايدي هذه وزدنا له الاي اس علاه؟ لانه الفعل هذا to be مصرف في زمن المضارع البريزنت، ونحينا هنا الباي هذه وحطينا السبجكت تاعنا اللي ولا هو اوبجكت. هذه هي درت لكم كامل هنا، حطيت لكم جدول. جدول هذا وش فيه؟ فيه التنسيز اللي هي الأزمنة، عندنا زمن المضارع، زمن المضارع المستمر درناه، مادم زمن الماضي درناه، ما درناش زمن الماضي المستمر، درنا البريزنت بيرفكت وما درناش الباست بيرفكت، الفيوتشر اللي هو كيما المودول، والبريزنت كونديشنال اللي هو وود، معناته ويل وود نفس الشيء مودوز في المجموعة الأفعال المساعدة كيف تخدموا بهم، مش مخدمناش بال past continuous ولا past perfect. ال past continuous اللي هو هنا كي تلقى الفعل was or were plus the verb plus ing، راح تخدم was or were plus the verb to be being cleaned، معناته الفعل راح تنحيله ال ing، ال ing تاعه وش تزيد له ال ed، لكن الفعل منتظم. هنا هذه إن شاء الله تكونوا استوعبتوها، وش هي احفظوهم برك هذوما. الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ولا تنسوا دعمنا بتعليقاتكم الهادفه، ولا تنسوا متابعتنا في المواقع التاليه.